ودلوقتي وكالمعتاد جمعنا مع جولتنا في الصحافة والمواقع المحلية والعربية والعالمية ومجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة. نبدأ من الأهرام. رئيس الوزراء يبحث مع نائب رئيس مجموعة بيجو العالمية لاستثمار في مصر ويتابع خطة تسكين العشوائيات. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمتابعة خطة تسكين المناطق العشوائية غير الآمنة التي تم الانتهاء من تطويرها. واستعرض مدبولي خطة وتوقيتات تسكين شاغلي المناطق العشوائية التي تم تطويرها كبديل حضاري يليق بالمواطن المصري. كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي أمس جان كريستوفر كيمار نائب الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة شركات بيجو العالمية لبحث قيم شركة بيجو بالاستثمار المباشر في مصر، حيث تستهدف الشركة الوصول إلى إنتاج 1,000,000 سيارة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2025. وتعد مصر الأعلى في المبيعات بالنسبة لمجموعة شركات بيجو العالمية. نروح للأخبار. 21 مليار جنيه فائض أولي و 28.4% نموا في الإيرادات. أعلن دكتور محمد معيط وزير المالية استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بثبات على الطريق الصحيح ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل. قال في المؤتمر الصحفي اللي عقده أمس بمقر وزارة المالية أن نتائج النصف الأول من العام المالي الحالي فقط المستهدف كما تجاوزت توقعات المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي. أضاف أن من أهم تلك المؤشرات ارتفاع قيمة الفائض الأولي بالموازنة العامة قبل خصم فوائد الدين العام إلى 21 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 4% من الناتج المحلي. وأكد أن هذا التحسن في فائض الموازنة العامة يستند على ركائز قوية حيث ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر. من الجمهورية تحت رعاية الرئيس أهم ملتقيات البترول والغاز بالقاهرة للعام الثالث. إيجيبس 2019 ينطلق الاثنين 21 جلسة نقاشية وجاء في العناوين أيضا 400 شركة ورؤساء المنظمات العالمية على قائمة المشاركة. الملة نعرض قصص نجاحنا وإصلاحاتنا جذبت الاستثمارات. ينطلق الاثنين المقبل مؤتمر ومعرض مصر الدولي إيجيبس 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى 3 أيام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. أعلن ذلك المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية في مؤتمر صحفي أمس. أكد الملة حضور أكثر من 2200 شخص ومشاركة أكثر من 200 خبير في جلسات المؤتمر التي ستضم 10 جلسات استراتيجية لمناقشة قضايا حيوية متصلة بالصناعة بالإضافة إلى 33 جلسة فنية و21 جلسة نقاشية ومواعيد مستديرة. وأشار إلى أن أكثر من 400 شركة محلية وعالمية ستشارك في إيجيبس 2019 الذي يضم 13 جناحا لكبريات الدول في الصناعات البترولية. نروح للمصري اليوم. شوقي لطلاب أولى ثانوي النظام الجديد سيسمح لكم بالحصول على شهادات دولية بعد الثانوية. عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الثلاثاء حوارا مفتوحا مع مجموعة من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بديوان عام الوزارة، وذلك لمناقشة وتوضيح آلية العمل بنظام التابلت وكيفية الحصول عليه والأهداف الأساسية لنظام التعليم الجديد ومضمون المحتوى على بنك المعرفة والإجابة على تساؤلاتهم ومخاوفهم ومقترحاتهم عن النظام الجديد. وقال شوقي للطلاب إنكم جيل محظوظ لأنكم ستشهدون مراحل تطوير التعليم الجديدة وأن النظام الجديد سوف يسمح لكم بالحصول على شهادات دولية بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة. كما أعلن شوقي عن بداية تسليم التابلت مع بدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام بداية من 11 فبراير 2019. من موقعنا موقع صدى البلد الإخباري السفير الألماني نقدم الخبرة والحلول لحماية الموارد المائية في مصر. افتتح السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جورج لوي مؤتمر الشراكة المصرية الألمانية الأول في مجال الموارد المائية والري، وجمع المؤتمر 12 شركة ألمانية نشطة في قطاع المياه مع مسؤولين حكوميين مصريين في ذات المجال وخبراء من الجانبين وممثلين عن التعاون المائي الألماني. وركز الاجتماع على كفاءة أنظمة المياه من حيث التكلفة وإدارة مياه الصرف الصحي وإعادة التدوير ومعالجتها. وبحسب بيان السفارة الألمانية في القاهرة أوضح السفير أن الشركات الألمانية العاملة في قطاع المياه تقدم الخبرة والحلول لحماية الموارد النادرة واستخدام المياه بطريقة أكثر كفاءة في مصر.
من أخبارنا الرياضية نقرأ من الأخبار. اتحاد الكرة في مهمة فض الاشتباك بالدوري، اليوم اجتماع حاسم مع رؤساء وممثلي الأندية لبحث أزمة المؤجلات وتحديد خارطة الطريق. يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعا مهما في الثانية ظهر اليوم مع رؤساء ومندوبي أندية ال 18 المشاركة في بطولة الدوري الممتاز لبحث أزمة المباريات المؤجلة. وتستعرض الجبلية خلال الاجتماع الظروف الاستثنائية التي تواجه الموسم الحالي، وكانت الأزمة قد تصاعدت بعد تقدم نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني حاليا في الدوري بمذكرة للكاف يشكو فيها من سياسات الاتحاد المصري في توفير مبدأ العدالة بين الأندية وحماية المنافسة، واعتراضه على عدم الإعلان عن جدول واضح لمباريات الدوري ومسابقات الكأس بجانب عدم خوض الأهلي مبارياته المؤجلة. نبقى مع الأخبار الرياضية، خبر عن مباراة الليلة الكبيرة بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك الأسباني. نقرأ من سكاي نيوز عربية، ميسي في كلاسيكو الأرض، برشلونة يعلن الخبر الأكيد. يقول خبر من دون كريستيانو رونالدو المنتقل إلى يوفنتوس، فقد الكلاسيكو الأسباني كثيرا من زخمه، لكن مواجهة القطبين ريال مدريد وبرشلونة إذا خلت من الدون البرتغالي ومعه نجم البارسا ليونيل ميسي فإنها تفقد 3-4 قيمتها، وهما لم يحدث اليوم الأربعاء على الأرجح لحسن حظ عشاق كرة القدم والثلاثاء. أعلن المدير الفني لبرشلونة أرنستو فالفيردي قائمته للفريق لموقعة ريال مدريد المقرر إقامتها اليوم الأربعاء على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا. وضمت القائمة 19 لاعبا لمواجهة الكلاسيكو من بينهم نجم الفريق ليونيل ميسي، مما جعل عشاق الفريق يتنفسون صعباء بعد فترة طويلة من القلق. ننتقل لشأن العربي والدولي، ومن موقع بي بي سي عربي، البابا فرانسيس يقود قداسا تاريخيا بحضور عشرات الآلاف في أبو ظبي. قاد البابا فرانسيس بابا روما قداسا تاريخيا في الإمارات، صلى فيه أكثر من 130 ألف كاثوليكي تجمعوا في ملعب لكرة القدم بالعاصمة أبو ظبي، ولوح البابا للمصلين من أتباعه الذين حملوا لافتات وأعلام الفاتيكان في ملعب زايد الذي أقيم فيه مذبح وصليب ضخم لأول مرة في مكان مفتوح، إذ لا يسمح للمسيحيين في الإمارات بالصلاة إلا داخل الكنائس. ودخل الملعب نحو 50 ألف بتذاكر لحضور القداس، وتجمع نحو 80 ألف آخرين في محيط الملعب يتابعون الصلاة عبر شاشة كبيرة نصبت لهذا الغرض. وبعدها غادر البابا الإمارات وانضم إلى البابا رهبان من جنسيات مختلفة شاركوا في القداس الذي نقله التلفزيون الإماراتي على الهواء. وجاءت زيارة البابا في إطار عام التسامح الذي أقرته الإمارات في 2019 وأنشأت وزارة للتسامح يقودها نهيان بن مبارك الذي حيى جموع الكاثوليك في ملعب زايد قبل بداية القداس. نختتم جولتنا في صحف ومواقع اليوم من صحيفة الاتحاد الإماراتية، انذارات بوجود قنابل تؤدي إلى إجلاء الآلاف في روسيا. تم إجلاء 20 ألف شخص أمس الثلاثاء من مباني حكومية ومراكز تجارية ومدارس في موسكو وجوارها بعد تلقي انذارات كاذبة بوجود قنابل عبر البريد الإلكتروني مجهولة المصدر، حسب ما أفادت وكالة أنباء روسية. ونقلت وكالة أنباء تاس الرسمية عن أجهزة الطوارئ أن الانذارات الكاذبة استهدفت أكثر من 90 مبنى في موسكو وأكثر من 40 في العاصمة في المنطقة المحيطة بالعاصمة، وأرسل عدد كبير من الانذارات عبر البريد الإلكتروني من الخارج خصوصا من أوكرانيا وكانت صياغتها متشابهة. وفق وسائل إعلام روسية حصلت عملية إجلاء أيضا في سان بطرسبرغ ثاني مدينة في البلاد التي تلقت انذارات كاذبة بوجود قنابل مشابهة في الأيام السابقة، ولم يعثر على أي جسم مشبوه نتيجة عمليات التفتيش التي تلت عمليات الإخلاء. بكده تكون انتهت جولتنا في الصحف، ونروح لفاصل قصير وبعد الفاصل نتابع فقرة بتقدمها لنا زميلتنا هند النعساني من احتفال أكاديمية 57-357 للعلوم الصحية بتخريج الدفعة الثانية من برنامج إدارة الرعاية الصحية وسلامة المريض واللي بتحمل اسم مؤسسة أبو العينين الخيرية. من فضلكم تابعونا.